ملف الاعتقال أحد الملفات المعمرة والشائكة في عراق ما بعد عام 2003. أعداد هائلة من العراقيين زجوا في السجون لسنوات طويلة، الكثير منهم اعتقلوا بتهم كيدية أو بناء على وشايات المخبر السري أو باعترافات انتزعت تحت التعذيب. هنا في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد لا يختلف الحال عن كثير من مدن العراق الأخرى، لا سيما مناطق حزام بغداد. سكان المدائن يصفون منطقتهم بأنها منكوبة بسبب كم المشاكل التي تعانيها، وفي مقدمتها اعتقال وتغييب أعداد كبيرة من أبنائها منذ سنوات طويلة. بالنسبة لقضاء المدائن تعتبر من الأقضية المنكوبة خاصة من 2007 و2006. يعني هنا في القضاء تم اعتقال كثير من الشباب بجهة المخبر السري، يعني خاصة الشباب منهم وطلاب، والمتحدث منهم هو ابني من دول الشباب اللي راحت بهذه الفترة. قضاء المدائن المعتقلين بها يعني خلت القضاء منكوبة، يعني حتى لما يجون سياسيين أو برلمانيين للمنطقة دائما موضوعنا الأول هو المعتقلين، لكن ما شفنا كل نتيجة. وعندنا عوائل ما تعرف أبنائها وين وصلوا من 2007 لحد 2021، معتقلين مفقودين، يعني نسوان تيتمت للأمانة، أطفال قاعدة بالشوارع ماكو ما تعرف. نواب عن قضاء المدائن أقروا بأن القضاء تعرض طوال السنوات الماضية لحملات من المداهمة والاعتقال بناء على أحكام جائرة أو اعتبارات طائفية، إقرار لم يؤدي إلى تحرك فعلي لإنصاف المعتقلين وعوائلهم. المدائن تعرضت في فترة سابقة من السنوات الماضية إلى حالات من الاعتقال والمداهمات، وأيضا شمل أبنائها المزيد من الأحكام الجائرة التي لم تكن تنسجم مع الأفعال اللي اقترفوها. وهذه الأفعال اللي أسندت إلى أهل المدائن كانت في ظرف الوضع الأمني في كل العراق كان يعني حقيقة متأزم ومنهار بشكل تام، لكن الأمر سلط على المدائن بشكل أكثر من غيرها لاعتبارات يعني ما نريد نذكرها الآن، لكن كانت هي حقيقة اعتبارات طائفية للأسف الشديد. وفضلا عن الظلم الذي لحق بأعداد هائلة من المعتقلين الذين وجدوا أنفسهم خلف القضبان دون جريرة، فإن ما يعانونه من تعذيب وسوء معاملة في السجون يضاعف من المحنة الناجمة عن فساد النظام السياسي والقضائي في البلاد.